ترعة اسم بالنسبة لي أنا يبدو صادم. ترعة ليه؟ أني ترعة تعني ترعة معينة، وإيه علاقة التسمية بسياق الفيلم؟ هو الفيلم ليه اسمين، الترعة ده الاسم المصري بتاعه العربي يعني، أيوة. في اسم تاني ذا كول اوف ذا بروك اللي هو نداء الترعة بالانجليزي. الترعة ليه اخترنا الترعة؟ عشان الفيلم احداثه بتحصل في قرية فيها ترعة ملعونة، فيعني في لعنة ما في الترعة دي او في حوالين الترعة، فهي المين مين مك يعني المكان ده مهم جدا في الفيلم يعني. هو ده عشان كده اخترته التسمية دي. لكن كان ممكن، انت قلت لي انه الاسم التاني بتاعها، ما هو التاني ده الاسم الانجليزي بتاع المكان. ايوه يعني نداء لانه جاي من في شخصيه في الفيلم هي نداها، فجاي من انه بدل ما مش بدل ما احنا نقول ان ده نداء نداها. اسطوره النداهه اللي هي معروفه في الريف المصري، يمكن اغلب الريف في معظم دول العالم يعني. بالزبط. طيب